صحفيين في سوريا، وفرنسا فخورة بأن يكون لها أبناء بهذه القيمة قادرين على خدمة حرية الصحافة، وفرنسا فخورة بالعمل على ضمان أمن هؤلاء الصحفيين ليجدوا حريتهم من جديد. ولا يزال هناك رهائن آخرون في سوريا حتى الآن من صحفيين ومدنيين، طبقا لتصريحات لجنة حماية الصحفيين التي وصفت سوريا بأنها أخطر مكان في العالم بالنسبة للصحفيين. نشرتنا متواصلة ونتابع فيها أيضا بعد أخبار الاقتصاد. 5 قتلى في اشتباك عند نقطة تفتيش يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا شرق أوكرانيا. العليا للانتخابات تختتم اليوم تلقي أوراق المرشحين لرئاسة الجمهورية، وتعلن القائمة النهائية بأسمائهم غدا. استشهاد ضابط شرطة ومجند على طريق السويس القاهرة في تبادل لإطلاق النار مع مجهولين. محلب يترأس وفدا وزاريا لتقديم التهنئة للبابا توادروس الثاني والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد. نتحول في بانوراما النيل لأهم وآخر أخبار الاقتصاد. أخبار المال والأعمال يأتينا بها أحمد فؤاد. إليك أحمد. شكرا لكم ريهام ومي، وأهلا بكم مشاهدينا. ومن أخبارنا في هذه الجولة نتابع: وزير التجارة يصدر قرارا بإعادة تشكيل 16 مجلسا تصديريا ويشكل مجالس تصديرية لصغار المصدرين. أصدر وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور قرارا بإعادة تشكيل 16 مجلسا تصديريا وتشكيل مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية، وهي مجالس لصغار المصدرين والصادرات المبتكرة. وأشار عبد النور إلى أن الهدف من إعادة التشكيل جاء لعدم تحقيق عدد من المجالس التصديرية الأهداف التي كلفت بها والتي تضمنتها خطة عملها خلال الفترة الماضية. في غضون ذلك، قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية تنظيم عدد من ورش العمل لتحديث القوانين الاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. أكد أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على حرص الدولة على تنمية محافظة سيناء، مشيرا إلى أن وزارته حريصة على إزالة معوقات التنمية الزراعية بها. في سياق آخر، أعلنت وزارة الزراعة أن الجانب الأردني وافق رسميا على رفع الحظر وفتح الأسواق أمام صادرات بطاطس المائدة من مصر واستيراد النخيل المثمر ونخيل الزينة لأول مرة، وذلك بنفس شروط التصدير إلى الاتحاد الأوروبي. وطلب الجانب الأردني بتزويدهم بالمناطق الخالية من مرض العفن البني والمعتمدة للتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مواعيد الزراعة والحصاد. صرح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم توفير السلع والخدمات كافة في فروع المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تتراوح من 10% إلى 15% عن الأسواق بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم. وأضاف حنفي أنه تم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من جودة وصلاحية المعروض من السلع، وخاصة الأسماك المملحة والرنجة ومطابقتها للمواصفات الصحية، وإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان توافر الدقيق والخبز ومطابقتهما للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.
حذر رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما في ذلك من خطر على الصحة العامة. وأكد يعقوب أن التحذير يأتي في ضوء المتابعة اليومية التي يقوم بها المرصد الإعلامي للجهاز للإعلانات المضللة التي تبث بالفضائيات، حيث أحال بعضهم إلى النيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل ومخالفة القانون. ودعا رئيس الجهاز وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر الإعلانات المضللة والوهمية. إلى الخرطوم، حيث سجل الجنيه السوداني السبت أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء ليصل إلى 8.8 جنيهات للدولار. يأتي هذا في حين أعلن بنك السودان المركزي أن مشكلة الديون الخارجية للخرطوم زادت من تعقيد تنفيذ أجندة التنمية، متهما المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية بالتنصل من حل هذه المشكلة. تجدر الإشارة إلى أن ديون السودان الخارجية قفزت في الآونة الأخيرة إلى 34 مليار دولار، يتوقع البنك الدولي أن ترتفع خلال العام الجاري 2014 إلى ما يعادل 45.6 مليارات دولار. أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك أن نمو الشركة في السوق المحلية أصبح صعبا للغاية بسبب نقص الغاز الطبيعي. وأظهرت نتائج الربع الأول من العام الحالي هبوط صافي أرباح الشركة بنسبة 1.8% عن مستواه قبل عام، نظرا لأن تراجع أسعار المنتجات بدد أثر ارتفاع الإنتاج والمبيعات. وأعلن مسؤول في سابك في وقت سابق من أوائل العام الماضي أن الشركة تعتزم إصدار صكوك في أواخر عام 2013 أو في 2014 لتمويل مشروعات مقبلة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مطالبة بلاده سلطات أوكرانيا بتسديد ثمن الغاز وتأجيلها التحول إلى نظام الدفع المسبق لا علاقة له بالأوضاع السياسية في أوكرانيا. وقال بوتين أن طلب روسيا تسديد ديون المستحقة لصالحها لا يرتبط بتاتا بالانتخابات المقررة في أوكرانيا في 25 من مايو. ودعا الرئيس الروسي الدول الأوروبية المعنية بدعم الاقتصاد الأوكراني إلى المشاركة في مساعدتها وصياغة الإجراءات اللازمة من أجل تمويل ميزانية أوكرانيا. وشدد بوتين على أن موسكو مستعدة للانتظار مدة شهر آخر لن تنتقل خلاله إلى نظام التسديد المسبق لثمن الغاز. في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تسبب الجفاف في ارتفاع أسعار اللحوم، وتسبب شح الأمطار في تلف المزروعات ونباتات العشبية التي تعد الغذاء الرئيسي للمواشي، وهو ما اضطر أصحاب المزارع إلى إيجاد بدائل أخرى باهظة الثمن لإطعام المواشي. ووفقا لأحدث البيانات فإن أسعار اللحوم سترتفع بنسبة 4% هذا العام. انتهت جولتنا الاقتصادية، عودة من جديد إلى متابعة الشق السياسي من هذه الساعة الإخبارية الشاملة. رهام رجائي ومي صالح، شكرا لك أحمد. أهلا بكم من جديد، ونتحول لمتابعة الأزمة الأوكرانية. قتل اليوم 5 أشخاص في هجوم مسلح على نقطة تفتيش يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا قرب مدينة سلافياسك بشرق أوكرانيا. ذكر التلفزيون الروسي أن من بين القتلى 3 من الانفصاليين الموالين لموسكو، وأن القتيلين الآخرين من المجموعة التي هاجمت نقطة التفتيش. في الوقت نفسه توجه وسيط من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى شرق أوكرانيا في مسعى لحمل الانفصاليين المؤيدين لروسيا على الاستسلام بعد أن أعلنت حكومة كييف هدنة خلال عيد القيامة في أعقاب التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو في جنيف الخميس الماضي. أعلنت إيران تسوية قضية مفاعل أراك التي تعد إحدى أبرز النقاط العالقة في المفاوضات النووية بينها وبين الدول الكبرى، وهو ما يمهد طريقة أمام اتفاق نهائي حول برنامج إيران النووي. وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية علي أكبر صالحي إن إيران تقدمت باقتراح لمجموعة 5+1 لتغيير المفهوم الذي تقوم عليه المنشآت في أراك، وتمت الموافقة عليه. وأوضح صالحي أن المقترح نص على خفض إنتاج البلوتونيوم حتى 5 الكميات. يشار إلى أن مفاعل أراك يؤمن نظريا لإيران البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية، بينما تقول إيران إنه منشأة مخصصة للأبحاث.
قتل 42 شخصا على الأقل وأصيب 17 آخرون في حادث تصادم حافلة بعربة مقطورة جنوب باكستان. ذكر مصدر شرطي أن الحافلة كانت في طريقها إلى منطقة في شمال البلاد عندما اصطدمت بالمقطورة التي كانت متوقفة على إحدى الطرق السريعة. وتوقع مصدر طبي احتمال ارتفاع عدد القتلى بين صفوف المصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات في حالة حرجة. قام رجال الإنقاذ في كوريا الجنوبية اليوم بانتشال أكثر من 10 جثث لضحايا العبارة التي غرقت قبل 4 أيام وعلى متنها المئات من طلاب المدارس. هذا وقد ارتفع عدد ضحايا غرق العبارة إلى 50 قتيلا، فيما لا يزال 250 آخرون في عداد المفقودين. مع مرور الوقت تتضاءل الآمال في العثور على ناجين من ضحايا العبارة الكورية الجنوبية والتي غرقت الأربعاء الماضي وعلى متنها 476 من الركاب بالإضافة إلى أفراد الطاقم، وذلك أثناء رحلتها من ميناء أنشيون إلى جزيرة جيجو الجنوبية. أقارب أكثر من 200 مفقود في الحادث قدموا عينات من الحامض النووي للمساعدة على تحديد هوية الضحايا، مع تحول مهمة الإنقاذ إلى مهمة لانتشال السفينة والجثث بداخلها. ارفعوا السفينة رجاء حتى يمكننا إخراج الجثث. يجب أن تأتي الرئيسة باك جون هاي إلى هنا مجددا. قبطان السفينة لي جون سيوك اعتقل مع 2 من أفراد طاقمه، أحدهما الضابط الثالث الذي كان يمسك بالدفة وقت الحادث. وفي التحقيقات سعى القبطان لتبرير قراره بتأخير عملية إجلاء الركاب بعدما توقفت العبارة إثر صدمة. وأفاد شهود عيان أن الركاب الذين كانوا على متن العبارة كانوا قد تلقوا أوامر من القبطان بالبقاء في مقاعدهم لأكثر من 40 دقيقة. وكانت التقارير الأولية قد أفادت بأن العبارة انحرفت بشدة ربما بسبب تحرك شحنتها الداخلية، وقال أفراد الطاقم إن القبطان حاول تعديل المسار لكنه فشل. اتصل بي كيم في 8 صباحا وقال لي إن السفينة تغرق، ثم انقطع الاتصال. سوف تكون معجزة لو عثروا عليه حيا، أريد فقط أن أحتضن جثة ولدي. وعلى الرغم من أن الآمال قد بدأت تتلاشى في العثور على ناجين، إلا أن أهالي الضحايا لا يزال الأمل يراودهم في العثور على أبنائهم أحياء كانوا أم أموات، والذين ربما جرفتهم طيارات البحر الهائجة إلى بلاد غير بلادهم أو إلى عالم غير عالمنا. تغطيتنا تتواصل على مدار هذه النشرة، ومن أحداثنا بعد الفاصل: وزير الثقافة يفتتح الدورة الثانية من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية.